لا زالت الكتل الرافضة للنتائج تبحث يعني عن حلول لمعالجة الإشكاليات التي أوجدتها المفوضية. المفوضية منذ يوم 11/10 حتى اليوم أوجدت عدد من الإشكاليات الكبيرة التي لا يمكن أن لأحد أن يتغافل عنها أو يغض النظر عنها على الإطلاق ويتجاوزها. كنت في بداية يعني يوم 11 أو يوم 12/10 كنت أتوقع أن المفوضية وعرفهم يعني نسبة كبيرة منهم أعرفهم يعني نتيجة قلة خبرتهم أو تعاطيهم مع الجانب التنفيذي بالسلطة وبالحكم قليل وما موجود سابقا فانصدموا بأشياء كذا حصلت بعض الأخطاء. لكن تبين لي بعد ذلك بعد يومين تبين لي مو بعد يعني مو بعد فترة يوم 12 و13 وفوق أنه لا المسألة هي المسألة أنه هنالك عملية تضليل ممنهج تقودها المفوضية. هذه عملية التضليل الممنهج في إدارة المشهد الانتخابي يجب أن نضع لها حدا بناء على عدة معطيات. المعطى الأول الثابت لدينا المفوضية تعلن أنه عدد المشاركين بالعملية الانتخابية هذا معلن وموثق لدى المفوضية ما يقارب 9.5 مليون إنسان. بس متجين تشيكين الأصوات اللي موجودة الأصوات الفعلية أصوات الفائزين والخاسرين تلقينهم 6.5 مليون. هذا الفرق وين راح؟ هذا شنو هذا فرق الأصوات؟ شنو قصته؟ شنو حيثياته؟ شنو موضوعه؟ هذا ماكو جواب من المفوضية. هذا أولا. اثنين أعطت نسبة مشاركة 43 وهذه النسبة مستحيلة ما موجودة على الإطلاق بحيث احترض الاتحاد منتصف العشرينات بالزايد 23 22 24 بالزايد يعني بالزايد مو بالناقص بالزايد. احنا نعرف الجو الانتخابي واضحة عندنا وحتى الاتحاد الأوروبي احترض في أول يوم يوم 11 اعترضوا بعد ذلك هذا الاعتراض الاتحاد الأوروبي لم يأتي على ذكره يعني طمطم السالفة بعد ما جاب لها طاري موضوع نسبة المشاركة. ثلاثة أكو أمور ضبابية. الأمور الضبابية أنه تقرير الهيئة أو الجهة الفاحصة الجهة الأجنبية الفاحصة المكلفة بنص القانون بتقديم تقرير. ليش تقريرها تقدمه يوم 18/10 تقرير فحصها الأجهزة ومتانة الأجهزة وكذا يوم 18/10 برلمان ما موجود والناس ملتهي بالحملات الانتخابية ما حد يطلع. التضليل قصدت به استبعاد جهات؟ طبعا استبعاد ماكو شفافية. شفافية معدومة في عمل المفوضية. أنا حكمل لي راح تتحقق الشفافية بإعادة العدو الفرز يدويا؟ ماكو عدو فرز يدوي لحد الآن. هذه عملية التضليل الرابعة أو الخامسة. حتى الطعون الآن اللي بيها نص قانوني هسه احنا مطلبنا شنو؟ هسه ما أنا جاي نطلب شيء مستحيل احنا جاي نطلب عدو فرز يدوي لجميع الصناديق والمحطات في العراق يصير عدو فرز يدوي لا أكثر ولا أقل. هذا مطلبنا. نعتقد أنه هذا المطلب مشروع وقانوني ودستوري. نجي نكتشف أن المفوضية حتى موضوع النص القانوني اللي بها نص صريح وواضح أنه المحطات المطعون بها تذهب إلى عدو فرز يدوي حتى هذه ما ذهبت إلى عدو فرز يدوي. بل شنو السبب؟ لو فتحت الصناديق باليدويا لاكتشفت حقائق مرة.